قاعدة كده ليه؟ مستنياك. خير؟ أنا عايز أعرف أنت هتعمل معايا إيه لو الدواء ما جابش نتيجة وما عرفتش أخلف. الموضوع ده سابق لأوانه يا ريان. لا هو ده أوانه، وأنا مش هسيبك إلا لما تقولي. أقولك إيه؟ هتعمل معايا إيه لو طلعت ما بخلفش؟ معرفش، بس اللي أعرفه إن أنا من حقي يكون لي ابني زي بقية خلق الله. يعني إيه يا محمد؟ لو أنا طلعت ما بخلفش تروح تتجوز عليا؟ قلتلك الكلام ده سابق لأوان. وأنا مش هستنى ما يجي أوانه. يعني يعني أنا في بيت أهلي وتبعت لي ورقة طلاقي. اتجننتي ولا ايه؟ سيبني يا محمد بقى. يا ريهام في 60 ده. ريهام اوعى كده. ريهام يا ريهام استنى هنا. انت ايه اللي عملته ده؟ كسرت بخاطر البنت بدل ما تطبطب عليها في موضوع اساسا هي مالها ذنب فيه. وانا ذنبي ايه؟ وانا مش من حقي كل ابني يا ماما زي بقيت خلق الله. خلي بالك يا محمد، انت مش شايف غير نفسك وبس، وبتغلط في كل الناس اللي بيحبوك. هم اللي خذلوني، هم اللي طلعوا زباله، كلهم زباله. ولا انت عايزين افضل احسس عليهم وافضل اطبطب عليهم ومحدش يراعي مشاعري؟ هم اللي غلط يا ماما، هم اللي غلط مش انا. لما ده دولار السلسله دي انت جايبها منين؟ دي بقى حسام بيلحق. في ايه؟ في ناس بره من الضرايب والتامينات عايزين يطلعوا على اوراق وسجلات الشركه ومش عارف اعمل معاهم ايه. هادي النيله، احنا ابتدانا ده، احنا لسه بنقول يا هادي. ايه دوينو ده؟ ايه مالك قلقانه ليه ومتوتره ليه؟ احنا سلام وورقنا سليم، ما عندناش مشاكل. في ايه؟ عريان سي سينيور، انت اللي هتطلع للناس دي وتتعامل معاهم بمنتهى الهدوء واللطف وتكيسهم تكيس تام، وانت ما يبانش عليك القلق ده، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا اتفضل. بكل الحب. على فكره يا حسام بيه، ايه؟ انا حاسس ان في حد طالع علينا الناس دي. انت بوبا خدتها من على الطرف الثاني، اصل احنا عدقنا كتير. طب كبرين الموضوع ليه يا اخوان؟ الناس موظفين وبيعملوا شغلهم، مفيش مشاكل. ماشي، ولعله خير ان شاء الله. ايه يا حبيبتي؟ بصي يا شاهندي، بصي يعني جايب لك هدايا قد ايه عشان تعرفي غلاوتك عندي. ابعد عني يا طاهر، انا مش عايزه منك هدايا، وكفايه اللي انت عملته وانك خدعتني مرتين. المسامح كريم بقى يا شاهندي. الله، وبعدين انا عملت كل ده عشان خاطرك انت يا مراتي يا حبيبتي يا ام ابني. هو مش طلع واد برضك زي ما قلتلي؟ للاسف، زي ما يكون ربنا بيعذبني وعايزك تفضل مكلبش فيا طول العمر. بس انا بقى خلاص يا طاهر مش طايقاك، والله العظيم ما بقيت طايقاك. ايه دي؟ اشمعنى اني طايقها؟ هل البضاعه وصلت مستر ديابو؟ نعم وصلت، وصلت كل حاجه تمام. ده انتوا نازلين قوي وشكلنا هنشتغلوا كتير كتير. وبخصوص باقي المبلغ بتاعكم اتحول وبقي في حسابكم كمان. شكرا يا مصطفى. عفوا يا باشا. سلام يا باشا. انا مش عارف ايه اللي بيجرالي ده يا ماما. لكل فعل رد فعل، واكيد اللي بيحصل لك ده نتيجه افعالك. انا مش غلطان في حاجه، والله العظيم ثلاثة انا مش غلطان في حاجه. كل اللي بيحصل حواليا ده خارج عن ارادتي. وجرحك لمراتك ودوسك على جرحها انت خارج عن ارادتك برضو يا محمد؟ انا اتصدمت لما عرفت ان انا ما بتخلفش. كان نفسي اكون اب قوي. انتوا ليه مستكترين عليا ان انا ازعل؟ ليه دايما انا اللي لازم اصالح واتاسف؟ وحسام، مش حسام هو اللي غلط؟ مش هو اللي هد كل المعاني الحلوه اللي كنت شايلها له جوايا؟ طول عمرك بتنصفي هو، طول عمرك بتبرري له غلط، دايما كنت بتيجي عليا. ودلوقتي لما حد يغلط ليه مش عاوزين نعاتبه او ازعل منه على الاقل؟ عاتب وازعل زي ما انت عاوز، ما دام انت على حق. بس بلاش تدوس على جروح الناس، بلاش تقول للاعور انت اعور في عينه عشان ما تجرحوش اكتر ما هو مجروح. معرفش يا ماما، معرفش اكون بوشي. مش انتوا اللي علمتوني كده؟ مش انت وحسام اللي علمتوني اقول الحق؟ أنا زعلان أوي يا ماما، زعلان عليا وعليكي وعلى اللي حصل لنا. إحنا ليه حصل لنا كده؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه.
مش عايزين اكتر من واد. واد؟ لا لا لا، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد. لعله خير ان شاء الله. الو، الحقني يا دياب، الحقني. ايه يا عكمت، حصلت حاجه؟ في ناس اتهجموا عليا وخطفوا الواد وهربوا بيه. يلعن الواد، عابوا الواد يا حكمت. ما هو ابننا يا دياب، ده ابننا يا حكمت. عقلي عاد، ده مش ولدني، ولدني منصور مات من زمان، ده واد حسام الكلب. اسمعي، جهزي خلقاتك، احنا لازم نمشي من البيت ده قوام. انا تعبت يا دياب، كل يوم من بيت لبيت ومن مكان لمكان. يا حكمة الصبر يا حكمة، الشغلانة الجديدة دي حتريق. يا انا جاي يا حكمة، جاي. الو الو، ايوه اهدان، مالك في ايه؟ سيدي دياب، الحقنا يا سيدي، هجموا علينا في المخزن، قتلوا الرجاله كلها وسرقوا البضاعه، سرقوا شجع عمرنا يا سيدي دياب. بتقول ايه؟ وهدان، يا ابن الكلب. سمي بالله يا باشا واستلم ننوس عين امه اهو. الله ينور، الله ينور يا رجاله. كده يا باشا احنا عملنا اللي علينا، مش فاضل غير ان ابتسام دياب على ننوس عين امه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا وبالمره يلم تعبينه عننا. عارف يا شرار، لو كنت معانا شفت منظر امه واحنا بناخد منها بنعمل العافيه كان قلبك هيتوجع قوي. ياكش تولع هي وجوزها، مش كفايه حرقوا قلب الباشا على ابنه؟ يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ده عيل صغير ليه يشيل ذنب اهله؟ حرام، حرمت عليك عيشتك، العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. ولعله خير ان شاء الله يا باشا. طب عايز اقعد لوحدي؟ انت طرش، عايز اقعد لوحدي. تعبان صغير، تعبان صغير من نسل تعبان كبير. اي نعم مالكش ذنب في اللي ابوك وامك عملوه، بس زي ما قال لعله، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. هقتلك، مضطر اقتلك عشان اقضي على نسل البطاطشة. اي نعم بيقولوا التعابين الصغيرة ما بتأذيش، بس مين عارف، بكرة تكبر وتبقى تعبان كبير زي ابوك، ولساعتك تبقى والقبر. مضطر، مضطر اقتلك زي ما قتل ابني، ومن قبلها قتلوا سلمى ولخبطناها.